بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الجملة الشرطية والإف ستيتمنت. في هذا الدرس راح نعدل على برنامجنا السابق. اكتب برنامج يطبع كلمة بوزيتيف إذا كان العدد أكبر من الصفر. زين، نكمل هنا نقول وإلا يطبع، زين، كلمة نيجاتيف اللي هو عدد سلبي. زين، طبعا هنا راح نقول أكبر من أو يساوي تجاوزا حتى ما نصعب على أنفسنا، يعني ما نبغى نصعب. الصفر ما يعتبر بالرياضيات أظن عدد زوجي، لكن عدد موجب. لكن تجاوزا نبي نقول إذا كان صفر أو أكبر من الصفر فهو عدد موجب بوزيتيف، أطبع لنا كلمة بوزيتيف، وإلا أطبع لنا كلمة نيجاتيف. إذا هنا عندنا شرط، إذا تحقق الشرط نطبع كلمة بوزيتيف، إذا لم يتحقق الشرط وإلا، ركز على كلمة وإلا، زين، وإلا إذا لم يتحقق مضبوط الشرط فإن راح نطبع كلمة نيجاتيف. طيب خلينا نشوف البرنامج، نعدل على برنامجنا اللي كتبناه قبل. هذا برنامجنا، زين، كنا كاتبين إذا كان العدد أكبر من الصفر، خلينا نعدل هذه، طبعا قلنا أكبر من أو يساوي الصفر، زين، نضع حالتين، ما نبغى أكثر من حالتين حتى ما نعقد الموضوع، بما أننا تو بادين بالجملة الشرطية. إذا كان أكبر من أو يساوي الصفر اطبع لنا بوزيتيف. زين، إذا نكتب هنا وإلا else، عفوا هنا كذا else، زين، وبعد كذا نقوم بعملية الطباعة system.out.println، وبعد ذلك نكتب نيجاتيف. واضح؟ إذن إذا تحقق الشرط اطبع بوزيتيف، إذا لم يتحقق الشرط اطبع نيجاتيف. الآن صار عندنا two branches، فرعين للتنفيذ، إما هذا أو هذا. زين، إذا لا يمكن أن نعدي الإف هذه بدون ما نطبع واحدة من الثنتين. سابقا لما كان الجزء هذا مو موجود، كان إذا تحققت الإف نطبع بوزيتيف، إذا ما تحققت الإف نمشي نكمل ما نسوي شيء، والإند هذه راح نطبعها طبعينها. زين، الآن لا، الآن صار عندنا فرعين، إذا تحققت الإف، إذا تحقق الشرط حق الإف نطبع كلمة بوزيتيف، نطبع كلمة بوزيتيف. زين، إذا ما تحقق الشرط إلس نطبع كلمة نيجاتيف. إذا يا طبعين هذه يا طبعين هذه، وبنفس الوقت الإند راح تطبع مطبوعة مطبوعة. زين، طيب خلينا ننفذ الآن. نقول هذا الإكس بواحد، طبعا الإكس بوزيتيف. زين، فإذا الإكس بواحد، هل الإكس أكبر من أو يساوي الصفر؟ نعم، الإكس أكبر من أو يساوي الصفر، ترو. إذا تحقق الشرط راح نطبع كلمة بوزيتيف. يقول لك نختار then branch، نختار فرع then. زين، طبعنا البوزيتيف، وبعد كذا راح لاحظ انه راح نقفز الالس واللي تحتها هنا، يا هذا يا هذا، مضبوط. واضح من السؤال، خلينا نرجع للسؤال اللي كتبناه، يطبع كلمه بوزيتيف اذا العدد اكبر من او يساوي صفر، او والا يطبع نيجاتيف. واضح؟ اذا يا هذا يا هذا، مضبوط. اذا هنا طبع البوزيتيف وقفز الاند، طبعنا بوزيتيف، طبعنا اند، وانتهى تنفيذ البرنامج. واضح؟ خلينا نجرب عدد ناقص واحد اللي هو عدد سالب. زين، خلينا نسوي كومبايل، بعد كذا ننفذ، مضبوط. الاكس ناقص واحد، زين، هذا الاكس ناقص واحد. اذا الاكس اكبر من او اذا القيمه، اذا تحقق الشرط، اذا قيمه الاكس اكبر من او تساوي الصفر، لا طبعا الشرط فولس، لم يتحقق، فاذا راح يقفز الطباعه، راح يقفز الذن برانش، راح يتفرع، لكن التفرع هنا يكون choosing else branch، نختار البرانش الخاص بالالس. زين، ثم بعد كذا نطبع كلمه نيجاتيف، طبعنا كلمه نيجاتيف، وطبعا الاند مطبوعه مطبوعه، ما لها دخل بالاف ستيتمنت. زين، حاجة أخيرة أرجو أنك تلاحظها وتنتبه لها، زين، أنه ما له دخل هنا لو حطينا انتر ولا ما حطينا انتر. زين، أنا بس كنت موضح هنا، زين، ما له دخل، مضبوط، ما له أي دخل. خلينا ننفذ الآن نشوف، سوينا ستيب هنا. زين، الناقص واحد، شيكنا على الشرط، الآن الشرط ما تحقق،
طبع نيجاتيف، طبع كلمة نيجاتيف هذه طبعناها وطبع الانت، زين ما لا دخل مضبوط. حتى لو تحقق خلينا نعدل قلنا واحد مضبوط، خلينا نشوف لو تحقق شرط الاف، سوي كومبايل، سوينا كومبايل. الآن نبدأ بعملية تنفيذ مضبوط. الاكس بواحد طبعا، هل الاكس اكبر من او تساوي الصفر؟ نعم ترو، الشرط هنا ترو. اذا ناخذ الذن برانش، اخذنا الذن برانش راح نطبع كلمة بوزيتيف، زين هذه طبعنا كلمة بوزيتيف، راح طبعنا كلمة بوزيتيف، راح نقفز الالس برانش، لكن هذه الجملة راح تطبع في النهاية مضبوط. طبعنا جملة انت ما لها دخل في الثنتين. طبعا هنا الاف والالس، الملاحظة الأخيرة يعني أرجو أنك تنتبه، الاف والالس هنا زين، كل واحد كل فرع من الفروع هذه فروع التنفيذ هذه ما فيه إلا جملة واحدة فقط زين، ممكن نحط أكثر من جملة وراح نشوف هذا إن شاء الله في أمثلة قادمة مضبوط. إذا ممكن نضع أكثر من جملة، مو يعني ما حنا يعني محصورين في جملة واحدة، راح نشوف الشيء هذا في أمثلة قادمة إن شاء الله، لكن حاليا ما عندنا إلا فرع الإف، فرع الإف أو فرع الذن عفوا، فرع الذن زين اللي إذا تحقق شرط في جملة واحدة جملة الطباعة، فرع الإلس إذا تحقق شرط في جملة واحدة وجملة الطباعة نطبع بوزيتيف أو نطبع نيجاتيف، وبعد كذا نطبع إنت، وينتهي تنفيذ البرنامج. أرجو أن تكون الجملة الشرطية أو جملة الإف ستيتمنت واضحة، وننتقل إن شاء الله إلى مثال أعمق أو أكثر يعني فيه تعقيد أكثر، ونشوف إن شاء الله جملة إف إلس كيف نستخدمها الجملة الشرطية لحل الأمثلة. شكراً.